فضيلة الشيخ، بعض أصحاب المزارع يشتري مثلا 50 فرخ نخلة مثلا ب50,000 دون أن يحدد نوع أو نفس الحجم الفراخة، لكن يشترط عليه أن لا يبيع شيء حتى يأخذ 50 حقه. فإذا كان لا يجوز، فما رأيكم حث أئمة المساجد بذلك؟ لأنه هذا سائر، وإذا كان يجوز فأرجو إفتاءنا، جزاكم الله خير. لا شك أنه إذا اشترى منه فراخة نخل فإنه على قسمين: القسم الأول أن يشتري منه موصوفا في الذمة، وفي هذه الحال لا بد أن يحدد النوع والكمية والحجم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فمثل يقول: اشتريت منك 100 فرخ شجرة سكرية برحية بكذا وكذا من الدراهم. أما إذا كان معينا، كان يقول: اشتريت منك فراخة هذا المقطر، فهذا لا بد أن يعين الفرخ، ولا يصح أن يكون موصوفا، بل يقول: هذه الفراخة 10 ويعينها ويصمها بما تعرف به. فإن لم يكن كذلك فهي مجهولة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر.